حياكم مع انطلاقات هذه الفترة الصباحية من على أرضية ميدان الشحانية وبتواجد شعارات أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. ومع هذه الفترة الصباحية التي خصصت لسن اللقاية إذن انطلق شوطنا الخامس عشر. المسافة هي 5 كيلومترات الفاصلة عن ناموس هذا الشوط. لنبدأ بداية مع من تتقدم هذه الأسماء. هنالك الشعلة لهجن أم الزبار وجابر بن علي بالنجم يقدم لنا الشعلة مع مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني يتابع الحاضرة هي دهشة لهجن أم الزبار مبارك بن محمد بن صرير يدفع لنا بدهشة مع المركز الثاني. المركز الثالث حضرت هنالك كيف لهجن أم الزبار وعبد الله بن علي بن سلام الهاجري يتقدم بكيف مع المركز الثالث، بينما الآتية والقادمة هي هواي لهجن الشحانية وسالم بن فاران يتابع لنا انطلاقة هوايل مع رابع المراكز تتربع هوايل مع المركز الرابع. أما المركز الخامس فأتابع هذه الحاضرة والمتواجدة والمندفعة والقادمة بكل قوة المملوكة لهجن الشحانية بشاير جار الله بن محمد بن عقيل يتابع لنا انطلاقة بشاير. هكذا هي الأسماء الحاضرة على أرضية ميدان الشحانية. هنا المنطلقة والمتواجدة مع قمة هذا الشوط من تتربع وتنطلق بهذا الحضور الكبير لهذا هذه المؤسسة، مؤسسة هجن أم الزبار القائدة لهذا المسار الشعلة. جابر بن علي بن نجم يتابع لنا تحركات الشعلة، انطلاقة الشعلة بهذا الأداء الكبير والتحرك المتميز لانطلاقة الشعلة، بينما كيف تتسلل من المركز الثالث وتنطلق إلى المركز الثاني لهجن أم الزبار وعبد الله بن علي بن سلام المحنك يتابع لنا انطلاقة كيف من تنطلق وتسير نحو المركز الثاني المركز الثالث. أتابع هنالك الانطلاقة والحضور من قبل هواي لهجن الشحانية. سالم بن فاران يتابع لنا انطلاقة هواي الحاضرة والمتواجدة مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع أتابع من تحضر على المركز الرابع وتنطلق بهذه الانطلاقة الكبيرة. هنالك بشاير لهجن الشحانية والمنطلقة والمتواجدة والحاضرة تنطلق هنالك المنطلقة لحظات، ونوافيكم بهذه المنطلقة والمتواجدة المملوكة لهجن الشحانية. تنطلق هنالك سهم لهجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل يتابع لنا تحرك كانت سهم الواصلة بهذا الوصول الكبير المملوكة لهجن الشحانية. من تأتي إلى المركز الرابع وتطل علينا بهذه الإطلالة الصباحية الرائعة لهجن الشحانية. المركز الخامس وصلت الناهية الشيخ ذياب بن سيف بن محمد الانهيان الصادق بن فضل الأمين وتابع لنا انطلاقة الناهية الحاضرة. ومن تقود هذه الأسماء ما قبل الخمسة الأسماء المتقدمة تحضر بشاير لهجن الشحانية. البرنس يتابعها في عملية التضمير هكذا للمرة الثانية. هكذا هي اللقاية، يلتقون الكبار والمؤسسات الكبرى حاضرة ومتواجدة وشعارات أصحاب السمو والسعادة الباحثين عن الجوائز النقدية القيمة الدعم الكبير التي تحظى به الأصايل في دوحة الخير والعطاء في ميدان الشحانية. في دوحة الخير والعطاء، بينما الشعلة ما زالت هي القائدة. الشعلة من تأتي بالإبداع، الشعلة من تأتي بالفنون، الشعلة من تأتي بالعروض الكبيرة لهجن أم الزبار لهذه المؤسسة الكبيرة الحاضرة والمتواجدة
جديد بحضور بالنجم أحد عمالقة التضمير يتواصل ويتواجد مع الشعل من بدأت تجر الشوط مبكرا بهذه العروض التلقائية والتحركات المتميزة والكيلومتر الأخير الكيلومتر الكبير بتحركات الشعل بانطلاقة الشعل شعلة الإبداع شعلة النشاط شعلة التميز في هذا المسار تنطلق بهذا الشكل الجميل وبهذا التحرك الأجمل بينما المركز الثاني حضرت كيف لهجنم الزبار المحنك عبد الله بن علي بن سلامة يتابعها لنا في عملية التضمير بينما سهم الآتية لهجن الشحانية البرنس بن عقيل يتابع لنا تحركات سهم القادمة مع المركز الثالث المركز الرابع وتابع هنالك الانطلاقة في هذه الأثناء يهو من وصول من قبل الأسماء الحاضرة والمتواجدة في هذه اللحظات وصلت هنالك منصب لهجن الشحانية وبن عقيل هو المتابع لهذه الانطلاقة بينما تابعوا هجن أم الزبار تابعوا تحركات بن سلامة أحد العمالقة وكذلك انطلقت سهم لهجن الشحانية بن عقيل يتحرك في هذه الأثناء ياهو من شوط في آخر الأمتار بينما كيف 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 لهجن أم الزبار وعبد الله بن علي بن سلامة يقدم لنا كيف في عملية التضمير والتكتيك شكرا لك يا بن سلامة على هذه المتابعة الكبيرة المتابعة المتميزة لانطلاقة كيف لهجن أم الزبار تحقق هذا الفوز والانتصار والمحنك من تابع لنا في عملية التضمير عبد الله بن علي بن سلامة سلام لك يا بن سلامة على هذه المتابعة الكبيرة والمتميزة لانطلاقة كيف المركز الثاني حضرت سهم لهجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل المركز الثالث الشعلة لهجن أم الزبار وجابر بن علي النجم المركز الرابع منصب لهجن الشحانية بن عقيل من تابع لنا منصب المركز الخامس وصلت مع خامس المراكز مودة لهجن أم الزبار محمد بن بخيت بن برقان هكذا حضرت كيف مناتت بالأداء الكبير ولا متميز وحققت هذا الفوز وهذا الانتصار لهجن أم الزبار المحنك عبد الله بن علي بن سلام الهاجري من تابع لنا كيف بهذه المتابعة الكبيرة والمتميزة لهذا المحنك التوقيت الزمني 7:52 9:09 تانينا لهجن أم الزبار وللمحنك بن سلامة على هذه المتابعة المتميزة بينما حضرت سام لهجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل في المتابعة التوقيت الزمني 7:52 تانينا على هذا الفوز وعلى هذا الناموس وكذلك أتت مع المركز الثالث الشعلة لهجن أم الزبار وجابر بن علي بن نجم التوقيت الزمني 7:55:21 تانينا على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار.